الينابيع الساخنة. تنشأ الينابيع الحارة في المناطق التي يوجد بطبقات صخورها التحت أرضية انصداعات أو طيات، وترتفع الحرارة في باطن الأرض بازدياد العمق. تمكن هذه الانصداعات المياه السطحية من النفاذ إلى أعماق الأرض، ثم تسخن وتخرج إلى سطح الأرض ساخنة دافئة، فيتكون الينبوع الساخن. إنها توفر مشهد من الغليان ومشهد من انفجارات المياه والألوان الزاهية والتشكيلات الغريبة. ويعتقد أناس كثيرون أن أملاحا معدنية معينة موجودة في الينابيع الحارة قادرة على شفاء أمراض مختلفة. ومنذ قديم الزمان أدى هذا الاعتقاد إلى قيام الناس بالاستحمام فيها، بل وشرب مياهها. أشهر الينابيع الساخنة هو ينبوع جسير، ويوجد في هوكادالور بأيسلندا، وهو معروف لدى الأوروبيين. وتبلغ انفجارات جسير من الماء المغلي حتى 70 مترا في الهواء، وتشكل انفجارات نادرة. من أشهر هذه الينابيع الحارة بحيرة دومينيكان الساخنة، التي تقع في منطقة جزر الأنتيل الصغرى في البحر الكاريبي، وبحيرة المقلاة في نيوزيلندا. ينبوع بركة الدم الحار في اليابان، وسميت بذلك بسبب اللون الأحمر الدامي الذي يلون مياه النبع لاحتوائها على عنصر الحديد. النبع البراق الكبير، ويوجد في الولايات المتحدة الأمريكية. وباماكلاي تركيا.